انت مع ان ممثل يؤدي ادوار نسائيه؟ انا شخصيا ما اسويها. اي بس في وجهه نظر ثانيه تقول لك عادي. ما تحتاج هالشيء؟ انا؟ لا كمسرح كفن ان لما ريال يؤدي شخصيه نسائيه يمكن عنده مساحه حريه اكبر. يمكن يعني انا سويت مو ما سويت بس ما سويت ادوار نسائيه. ايه؟ يعني عندنا مشهد من المشاهد المسرحيه كان هو الرجال كلهم يروحون الغوص. اوكي. فحريمهم كلهم رايحين فاحنا طالعين باشكالنا. اوكي. بس انه حاطين عبايه فبس هو تأويل ان هذا الحريم. لا يعني انا قصدي مثلا بس انه بميك اب وحالة عبد العزيز النمش. ايه. يعني انا قاعد اتخيل حتى وفناناتنا كلهم اللي من جيله. ايه. ما اعتقد احد يقدر يؤدي دوره. مستحيل. نسائيا. مستحيل. ترى شوف في فكره بعد مهمه. اليوم لما انت تشوف النقيض. ايه. هذا بروحه يعني تميز. فانت لما تشوف ريال يسوي دور مره لان تدري انه ريال فاي شيء بيقوله شغل حريم بتقول هذا شلون شي قاعد يقول فراح تضحك لا ارادي بس لما تكون مره راح يقل هذا يعني الحين هذا مشهد فرسان المناخ اللي توه شغله ايه؟ يعني انا قاعد اتخيل من جيله وما حفظ الالقاب يعني حياه ايه؟ الفهد ولا سعاد عبد الله ولا اسمهان توفيق ولا ما اعتقد احد يقدر يؤدي الدور كذي ما ادري ايه يعني انت نقول على الكبار انت ها لا مو لا لا مو الكبار قصدي ان في في مساحه اقول لك ايه اكيد اكبر ليش لانك تدري ان هذا ريال بس لا يعني قصدي انه ادى الدور النسائي شيء مو طبيعي يعني امانه يعني جرأته بتكون اكبر ايه. ليش انه تدري ان هذا ريال لو مره ما ايه. لو تتجرأ وتقول هالكلام بتقول هذا ايش فيه ايه. وبيت بصالح كذلك ايه. الله حتى درب الزلاق اي بالضبط وهذا مو معناته ان الفنان هذا يعني مو ناجح لا بالعكس ما راح يتكرر الله يرحمه عبد العزيز النمش